بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنور المجتبى حتى تقر عيناه القررتان في قبره الشريف وفي روضه العتيق اللهم اكرمنا بالعلم وجملنا بالحلم وزينا بزينه الايمان واجعلنا يا مولانا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين وبعد ايها الاخوه والاخوات فاهلا وسهلا بكم مع حلقه جديده من برنامجكم اغلى من الذهب والذي ياتيكم في مثل هذه الساعه في مثل هذا اليوم هذا البرنامج الذي نحاول الجهد كله من خلاله ان نتوقف عند شذرات من سيره الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام وكلما سرنا في هذا البستان، بستان النبوه المليء بالورود والرياحين الفواحه، كلما ازددنا شوقا ان نسير المزيد والمزيد في هذا البستان الفريد. ولعلنا توقفنا في الحلقه الماضيه عند قصه الصديق صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقفنا على جانب او لمحه من قصه اسلام هذا الرجل العظيم صاحب الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام قصه اسلامه كما ذكرت في الحلقه الماضيه عجيبه مدهشه حقا تصوروا ايها الاخوه مره اخرى يعرض الاسلام على ابي بكر الصديق فيسلم من اول مره دون تردد دون تلعثم دون حسابات الربح والخساره وهو التاجر صاحب التجارات الرابحه بين اهل قريش وتجار قريش شيء حقا يزيدنا دهشه وحبا وعرفانا لهذا الصاحب الحبيب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا بيان واضح لاثر الصديق مع الصديق، الصديق من الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام مع الصديق من؟ الصديق ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر الصديق رجل من الطراز الاول والمكان المرموق، رجل ايجابي عملي صريح جدا. ملأ حب رسول الله عليه الصلاه والسلام قلبه قبل النبوه. فكيف كان الحب بعد النبوه؟ الله اكبر. ملأ حب الاسلام ملأ حب الدعوه الى الله يا اخواني واخواتي قلب هذا الرجل فمن اول لحظه بدأ بالعمل جنبا الى جنب مع الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام في الدعوه الى هذا الدين العظيم. والدعوة فضائلها تترى وشرفها مروم عظيم نسأل الله من فضله. إخواني هذا الرجل أبو بكر الصديق حمل هم هذا الدين ويعجبني كاتب صنديد من مفكري الإسلام في هذا العصر إذ يقول كلمة أغلى من الذهب هذا الدين يا إخواني لا ينصره الا اصحاب القلوب الملذوعه المحترقه على بيضه الدين والتي تحاول ان تدافع كل ما امكن عن حوزه هذا الدين نحن بحاجه يا اخواني واخواتي ان نحمل اهم هذه الدعوه المباركه تخيلوا ماذا فعل الرجل من اول لحظات اسلامه ماذا صنع؟ تصوروا مرة أخرى أسلم على يديه الجهابد الكبار أسلم على يديه معظم المبشرين العشرة بجنات النعيم أسلم على يديه نجوم وقادة كبار وشموس وجبال من صحابة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام من تتوقعون اسلم على يديه؟ اسلم على يديه صاحب القران الذي كان لا يفارق القران حياته لحظه من لحظات خلوته مع الله ذو النورين عثمان بن عفان تخيلوا يا اخواني واخواتي عثمان بن عفان حسنه من حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل الذي جمع ونسخ أو نسخ القرآن في عهده والله لو لم يكن من فضيلة أو من صيد إن جاز التعبير قمين سمين لهذا الدين أو لأبي بكر الصديق إلا أن الله هدى على يديه عثمان لكفى هذا الصديق فضلا أيضا الزبير بن العوام الرجل المقدام والبطل المغوار الشجاع هذا الرجل يا اخواني ايضا حسنه من حسنات الداعيه الله اكبر ابو بكر الصديق تصور كم من الاجر قد حازه هذا الرجل باسلام هذين الرجلين حسب اتدرون من الرجل الثالث من السبق الى الاسلام الذي أجرى الله على يدي أبي بكر الصديق قصة إسلامه حسنة ثالثة من حسنات أبي بكر الصديق إنه صاحب الدعاء المستجاب بطل القادسية بامتياز الذي أقض مضاجع الفرس في تلك الفترة خال رسول الله عليه الصلاة والسلام الرامي الحاذق سعد ابن أبي وقاص أبو إسحاق الله أكبر هذا الرجل حسنة من حسنات أبي بكر الصديق عجيب أنت يا أبا بكر كم أجر الله على يديك من الخير والمكرمات أيضا الرجل الرابع قلت لكم قبل قليل العدد الغالب من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يدي أبي بكر الصديق الرجل الرابع طلحة ابن عبيد الله بطل أحد والمعامع الرجل الذي كان يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض في الدنيا وهو من أهل الجنة صاحب الجود والبذل والسخاء هذا الرجل أيضا حسنة من حسناتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. من الرجل الخامس؟ من تتوقعون يا جماعة؟ عجيب كيف استطعت هذا توفيق رباني عجيب من الله عز وجل لأبي بكر الصديق. من هذا الرجل؟ عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه وارضاه صاحب الجود والبذل والسخاء والكرم والإطعام والإكرام والدمعة السخية والود والأخوة والعطف الفياض والحكمة والحكم والحكيم هذا الرجل صاحب الفكر الصائب والفكر الثاقب حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنه وأرضاه تخيلوا أيضا يا إخواني إيجابية شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه هؤلاء الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق لربما يقول قائل لعلهم من قبيلته يا جماعة من هؤلاء الخمسة أربعة ليسوا من قبيلته وواحد وهو طلحة ابن عبيد الله من قبيلته وعشيرته هذا يدل على ان ابا بكر الصديق كان صاحب علاقات عامه وخاصه مميزه ايجابيه، كان له علاقات مع الجميع رضي الله عنه وارضاه. كان له علاقات واسعه مع الخلق، وهذا شان الداعيه كالنحله يذهب الى الازاهير ويقطف الورود من كل بستان. فجاء الرجل بحكم علاقاته الواسعه استثمر علاقاته الواسعه والمهمه لخدمه الاسلام والمسلمين، من منا ايها الاخوه والاخوات يستثمر علاقاته يستثمر مودته موداته مع الاخرين، صلاته مع الاخرين لخدمه هذا الدين. اي أيوة والله. جاء بهؤلاء الصناديد هؤلاء الاقمار هؤلاء الشموس الذين ابلوا في الاسلام بلاء حسنا يضيق المقام ان نذكر قصه واحد منهم فضلا عن مجموعهم وايضا يا جماعه انظروا الى الفكر الدعوي الراقي عند الداعيه الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال وهو ابو بكر الصديق نلاحظ ان ابا بكر ركز على عنصر الشباب تصوروا الزبير اسلم على قول وهو في سن الخامسه عشره من عمره طلحه بن عبيد الله ست عشره سنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سبع عشره سنه عثمان بن عفان ثمان وعشرون سنه عبد الرحمن بن عوف ثلاثون سنه يعني أبو بكر الصديق له فكر دعوي إيجابي راقي ركز في حركته الدائبة في الدعوة إلى الله على عنصر الشباب هذا الشباب الذي يحاول الغرب اليوم وتحاول شريعة الغاب وشريعة سلخ الأخلاق إبعاد الشباب والشابات عن الفضيلة ومكارم الأخلاق إخواني اخواتي، هل اكتفى ابو بكر الصديق بهذه الوجبه الدسمه من الطراز الاول من هؤلاء الصحابه الكرام في الدعوه الى الله، هل اكتفى بهذه المعادن النفيسه؟ هل اخذ قسطا من الراحه؟ هل قرر ان يعود لمزيد من صفقاته؟ التجارية الرابحة بامتياز حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تفخر تفخر على شبيهاتها وضرائرها فتقول إن أبي من صفاته أنه ما دخل تجارة قط إلا وربح فيها ربحا وفيرا هل قعد عن العمل كلا كلا والله بل أخذ يبحث عن المزيد من فرص جلب الطاقات لخدمه هذا الدين هذا الدين يا اخواني بحاجه الى الطاقات المميزه بحاجه الى الاسود بحاجه الى النمور في معناها الايجابي لا في معناها السلبي بحاجه الى الصقور وهو بحاجه الى الحمائم ايضا في الاخوه الصادقه بحاجة إلى الأقوياء بحاجة إلى الأذكياء بحاجة إلى الأغنياء بحاجة إلى الصناديد بحاجة إلى الوجهاء الإسلام يريد أن يحشد كل الطاقات لنسل هذا الدين أخذ الرجل أعني به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبحث عن مجموعة جديدة الإنجاز يصنع الانجاز، النجاح يصنع مزيدا من النجاح، وإذا به بكرم وتوفيق من الله يقتنص مجموعة جديدة من عمالقة الاسلام، وهنا ملحوظة مهمة ايها الاخوة والاخوات، كلما قدمت شيئا بإخلاص لهذه الدعوة المباركة كلما اجرى ربنا الكريم سبحانه المزيد على يديك من خدمة هذا الدين. من هم العمالقة الصناديد الجدد بعد الخمسة الأول من جبال الإسلام وشموس الإسلام يا ترى؟ يبدو أن أبا بكر الصديق قد أفاد كثيرا من تجارته في الربح أن يربح للاسلام ماذا اريد ان اقول؟ ان يربح للاسلام احسن الربح لا في عالم الماده فقط وانما في عالم الاسلام. من هم يا ترى؟ ودعوني قبل ان اثير فضولكم نحو هؤلاء الصناديد الجدد استطرد قليلا جدا. التاجر يا اخواني اقول مره اخرى التاجر التاجر الصدوق يا اخواني يا اخواتي يستطيع ان يفعل الكثير ان يصنع الكثير الكثير فقد اوتي سعه ومالا وقرارا وقدره انت تاجر عندك عشرون موظفا او اكثر او اقل دعونا نتساءل ايها التجار هل حاولت ان تجعل للدعوه في شركتك في مؤسستك نصيبا حظا يا اخي اغدق الله عليك المال اعطاك الله الرزق الواسع لماذا لا تفعل لا تصنع شيئا من انجاز لي ان اقول من الشكر لهذه النعم التي فاضت عليك ان تجعل لهذه الدعوه المباركه نصيبا هل قدمت للموظفين عندك كورسا برنامجا دعويا هل يوجد مصلى عندك في الشركة هل توجد قاعة خاصة بالمحاضرات الدينية والفكرية وتلاوة القرآن هل يسمع الآذان في مؤسستك هل تأم يا أرجو أن يكون هذا هل تذهب إماما أو تنيب رجلا صاحب دين وقرآن ليأم المسلمين في شركتك يعني لماذا لا نفكر بهذه الطريقه؟ هل وهل؟ لكن يا اخواني من باب ذكر المنه والفضل لله عز وجل والتوازن والاتزان فيما اطرحه هناك نفر ورهط كريم من التجار جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء يصنعون هذا واكثر اي أيوة والله اذا التاجر لاحظوا بالمناسبه يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجه وهي تاجره من كبار التاجرات وكانت صاحبه ثراء ومال اوقفته وحبسته في خدمه هذا الدين. تصوروا الرجل الثاني بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تاجر ملياردير. من اغنياء مكه والجزيره معروف بحذقه في التجاره ابو بكر الصديق وغيره عبد الرحمن وعثمان وعثمان من الاول السبق الى الاسلام اين انتم ينبغي ان تكونوا ايها التجار في الصداره في خدمه الاسلام. نحن مقبلون على العشر الاول من ذي الحجه والاخوه والاخوات في غزه الصامده التي نالتها يد الغدر الصهيونيه المجرمه هدمت البيوت يا جماعه الان يوشك الشتاء ان ياتي وكثير من البيوت مهدمه او لم ترمم الناس بحاجه الى ايواء نعم هناك جهود هناك سخاء هناك كرم لكن المسؤوليه اعظم اعظم مما نتصور أو نتوقع ينبغي أن يهرع أهل المال والسعة والتجار ليقفوا إلى جانب إخوانهم الذين رفعوا شعار الجهاد ورفضوا ورفضوا الضيم والذلة ورفعوا هامات الأمة إلى السماء. على كل حال نعود من جديد إلى الداعية الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. هنا يا إخواني خطر في بالي الآن هل بالضروره ان يكون الداعيه شيخ دكتور شريعه متخصص في الشريعه تصوروا ابو بكر الصديق تاجر عثمان عفان تاجر عمر بن الخطاب تاجر الكل ينبغي ان يستبق وان يسبق غيره في الدعوه الى الاسلام هذه العلمنه فيروس العلمنه التي حاصرت الامه فجعلت الدعوة إلى الإسلام مرتبطة بحملة العلوم الشرعية وهذا كلام خطير جدا سبب إشكالات كبيرة جدا في تراجع الدعوة إلى الإسلام على كل حال كلنا فضول لنعرف ما من هم الصناديد العمالقة الجدد بعد الخمسة الأول الذين جاء بهم أبو بكر الصديق من جديد الى هذا الدين العظيم من هو الرجل الاول امين الامه من بعد ابو عبيده عامر بن الجراح الله اكبر القائد العام للجيوش الاسلاميه في بلاد الشام مرقده هنا في الاردن صوروا يا جماعه ابو عبيده عامر بن الجراح الشهيد هذا الرجل حسنه من حسنات ابي بكر الصديق هذا لو اردت ان اتحدث عن ابي عبيده الامر يطول هذا حبيب رسول الله هذا امير رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا الذي زكاه الله في القران وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عبيده مره اخرى حسنه من حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه ايضا هناك صحابي صاحب دمعه سخيه وقلب رقيق واخوه ودوده اسلم على يدي ابي بكر الصديق وتوفي في اوائل الدعوه الاسلاميه وكان الحبيب عليه الصلاه والسلام يحبه حبا جما من هذا الرجل انه عثمان من مضعون رضي الله عنه وأرضاه هذا أيضا حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا ترى من نال أن يكون الحسنة الثالثة من حسنات أبي بكر الصديق؟ إنه شاب في السادسة عشرة من عمره قدم شقة مفروشة سوبر ديلوكس. لخدمة الإسلام في مرحلة صعبة جدا دار الأرقم ابن أبي الأرقم الأرقم هذا الشاب أسلم على يدي أبي بكر الصديق يبدو أن أبا بكر الصديق كان يملك قدرة فائقة في أثانين الدعوة والقدرة على إقناع الشباب يا جماعة كما لاحظتم كلهم شباب كان لهم شان واي شان في خدمه هذا الدين اذن الارقم ابن ابي الارقم وسيطه الى اليوم في كل الدنيا حسنه من حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه اما الحسنه الاخرى من حسنات ابي بكر الصديق فهو ابو سلمه ابن عبد الأسد زوج أم المؤمنين أم سلامة حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام البطل المغوار أبو سلامة بطل صاحب زند قوية وساعد فتي وقدم للإسلام الكثير مجاهدا بطلا في سبيل الله هذا الرجل أيضا حسنة من حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه، يا اخواني كم عمر اسلام الصديق سنه؟ سنه ونصف من المرحله السريه؟ قل لنقل كان قد مضى من عمره سنتان ويصنع كل هذا الانتاج في خدمه الدعوه الاسلاميه ياتي بهؤلاء العمالقه المعادن النفيسة الراقية لله درك يا أبا بكر وإذا أردتم أن تعرفوا صفات الداعية الناجح فما عليكم إلا أن تقرأوا بتمعن واستمتاع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهنا أقول كلمة أيها الإخوة ونحن نسمع هذا الكلام الآسر عن الصحابي الجليل ابي بكر الصديق: اذا اردت ان تعرف مقامك اي عند الله فانظر فيما اقامك فانظر فيما استعملك في خدمه الاسلام والمسلمين. على فكره يا اخواني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل سبحان الله بالكم هل نسي اهل بيته؟ كلا والله بعد الفاصل سننظر ما صنع الرجل مع اهل بيته من تقريبهم الى دعوه الاسلام فلا تبتعدوا عنا طويلا حياكم الله ايها الاخوه والاخوات نرحب بكم من جديد مع برنامجكم اغلى من الذهب شذرات لالئ من سيره الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام نزداد شوقا وحبا وتحنانا لهذه السيره العطره الفواحه المليئه بالعجائب والفرائد والقطائف واللطائف على كل حال نعود من جديد الى ابي بكر الصديق لعلكم قد سمعتم قبل الفاصل هذا الرجل أجر الله على يديه نسأل الله من فضله يا جماعة نحن كلنا في مضمار السباق إلى الله لكن أعتقد لا أحد يستطيع أن يسبق الصديق أن لنا أن نسبق الصديق وقد أسلم على يديه السبق أسلم على يديه معظم أسلم على يديه معظم العشرة المبشرين بالجنة نسأل الله من فضله لم ينس أبو بكر في ذروة انشغاله أهل بيته توجه إلى زوجته أم رومان فدعاها إلى الإسلام فأسلمت وتوجه إلى أبنائه من الذكور والإناث أسماء أسماء وما أدراكم ما أسماء بنت ابي بكر بل ان ابي بل ان ابا بكر لم يكن شانه مع اهل بيته مجرد الدعوه وانما صنع منهم صنعا عجيبا في خدمه الاسلام يكفيكم ان تقراوا عن مواقف اسماء الله اكبر يكفيكم ان تقراوا عن مواقف عائشه بيت الصديق بيت مليء بالصدق والبركه كما ذكر في بعض الاثار اسلم ايضا ابنه عبد الله تاخر نعم اسلام ابنه عبد الرحمن قليلا لكنه اسلم من فضل الله عز وجل وبالمناسبه ايضا انظروا اسلم على يديه خادمه عامر بن فهيره وأعتقه بعد أن أسلم انظروا تاجر عجيب وظف ماله وظف إمكاناته وظف ما آتاه الله من مال في خدمة الإسلام يا ماذا لو أن التجار وهناك رهط كريم كما قلت لكن أصدقكم القول رهط أقول كلمة رهط قليل ماذا لو أن التجار وقفوا إلى جانب الإسلام؟ جعلوا الإسلام همهم المخامر وهمهم الملازم، ماذا؟ يا جماعة التاجر له دور كبير جدا في خدمة الإسلام، على كل حال أيضا تصوروا أبو بكر الصديق دعا بلال بن رباح يا يعني رجل يسلم على يديه مؤذن رسول الله صاحب الصوت الندي الشدي الشدي الرخيم بلال بن رماح الذي سمعت خشخشة قدميه في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق فهو مبشر جديد من المبشرين بالجنة أسلم على يدي أبي بكر الصديق وأيضا اشتراه من أمية قصة ربما نأتيها في مقولين قصة مدهشة لأبي بكر الصديق اشتراه من أمية ابن خلف و... و... وأعتقه حرا لوجه الله سبحانه وتعالى الله أكبر يا جماعة جهد كبير على فكرة سبحان الله حينما نقرأ عن سيرة ابي بكر الصديق عن خلافته التي ربما كان قد مضى منها سنتان وشهران، إنجازات ضخمة، لكن حينما نقرأ سيرة عمر لعل إنجازات عمر تغلب، لكن حينما نرى بدايات أبي بكر الصديق فإن بدايات أبي بكر غلبت إنجازات عمر. الله أكبر. يا تُرى أن لتاجر مرموق من الدرجة الأولى مثل أبي بكر الصديق أن يجد وقتا للدعوة إلى الإسلام، معقول؟ كثير من التجار يقول والله يا أخي أنا ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ أنتقل من صفقة إلى صفقة، من تجارة إلى تجارة، من بلد إلى بلد، أنا أشعر بشيء من من الجفاء بشيء من القسوة بشيء من البعد عن هذه الدعوة يا جماعة أبو بكر أن له الوقت حتى يأتي بهذا الرصيد الغني الهائل من السبق إلى الإسلام الله أكبر ويعجبني حقيقة رهط مرة أخرى كريم من التجار يفرغ وقتا من كل سنة يحبس هذا الوقت بالاضافه الى حبسه المال للدعوه الى الله سبحانه وتعالى ومراجعه النفس فالدنيا غرور وهي حب لا تلد كل عجيب لكن يا اخواني يا اخواتي كما ان شان وامر اسلام الصديق رضي الله عنه عجيب اذ لم يتردد لحظه واحده الامر العجيب الغريب ايضا شيء اخر ما هو القدره العجيبه السرعه الفائقه عند الصديق في قطف الثمار سبحان الله هذه فضيله نادره عند الدعاء بالمناسبه ليست وبالمناسبه ايضا ليست اي ثمار يعني ربما يأتي بثمار كثيرة لكن ليست أي, ليست أي ثمار ثمار مستواها كما رأيتم كما سمعتم من المستوى الأول كثير من المسلمين يبذلون جهدا مضاعفا لكنهم ربما لا يخطفون شيئا من الثمار ويقولون على وجه جبر الخاطر وهو جبر جميل وافقهم في هذا النتائج على الله يا أخي لكن ما السر عند الصديق ولذلك يا اخواني انا لست مع من يقول ان الصديق لقب بالصديق حسب او فحسب بعد ان صدق بخبر الاسراء والمعراج، لا الصديق صادق في دعوته من اللحظه الاولى، اهو الصدق الذي عجل بقدره فائقه عند الصديق لقطف هؤلاء الصناديد؟ الاجابه ظهرت على أحد حسنات الصديق رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه طلحة ابن عبيد الله إذ قال مادحا الصديق انظروا إخواني وإخواتي صفات الداعية الناجح الموفق بتوفيق الله نسأل الله من فضله أبو بكر الصديق أحد المدعوين من ثمار الصديق يصف شيخه الصديق فيقول كان أبو بكر الصديق رجلا سهلا شوف كلمة سهلا ما أحلاها هاي يا جماعة لماذا كم يعني أنتم لم تبعثوا منفرين أفتان أنت يا معاذ مرة أخرى كان رجلا سهلا يعني كلمة سهلا نضع أسفلها خطوط كثيرة جدا مع أنه كان صاحب ثراء وحوله ربما الكثير من الموظفين والتجار الصغار ولكن كان رجلا سهلا ايضا دعوني اتابع هذه كلمات اغلى من الذهب لن اتوقف عندها حتى نستمتع بتذوق حروفها وحلاوتها مره اخرى ماذا قال احد المدعوين وهو طلحه ابن عبد الله عبيد الله قال كان الصديق رجلا سهلا محببا حب موطا الاكناف لين الجانب ليس بالفظ ولا الغليظ كان تاجرا ذا خلق وسماحه واستقامه كان تاجرا كريما رحيما فيه رافه فيه ادب جم يقول طلحه يتابع الرجل كنا نألفه يعني مو بس حب يا جماعه فوق الحب الالفه الالفه كنا نألفه نحب ان نجالسه ونحب مجالسه الله اكبر لعلمه ايضا هذه ميزه عند الداعيه ابي بكر الصديق لعلمه باخبار قريش وحفظه لانسابها بالمناسبة أبو بكر الصديق كان نسابة حسابة من الدرجة الأولى رجل صاحب عقل كبير كان عالما أعجبني أحد الكاتبين هنا كان عالما بعلم زمانه عند أهل قريش ما هو علم الأنساب والأحزاب كان عالما بعلم زمانه علم الأنساب ولكن يا جماعة شيء عجيب كان مع علمه بالأنساب والأحزاب لا يطعن في نسب او حسب احد. الله اكبر. مع علمه بنقائص نسب هذا او حسب هذا او ذاك. هذه بعض صفاته التي ينبغي ان يتحلى بها كل داعيه يريد ان يحقق نجاحات، يا اخواني ما احوجنا اليوم الى نجاحات نريد ان نذهب الى رهط هنا إلى قوم هناك إلى قوم من هذه الدرجة إلى قوم من هذا المستوى أو ذاك نبحث عن الأذكياء نبحث عن الأقوياء نبحث عن الأغنياء نبحث عن أصحاب الحذق والمهارة نجمع هذا كلها لخدمة هذه الدعوة المباركة طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى اذا اردت ان تكون داعيه ناجحا فقرا كما قلت قبل قليل حياه وسيره الصديق رضي الله عنه وارضاه ولذلك يا اخواني يا اخواتي لم نعد نتعجب من هذا المدح العظيم من النبي العظيم عليه الصلاه والسلام لابي بكر الصديق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كلمات توزن بالذهب اغلى من الذهب والماس، كلمات وجيزات والنبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يحسن وزن الرجال، ماذا قال الحبيب؟ بالكم ابو بكر بعد هالانجازات ماذا يستحق؟ هل يستحق يحت... ال... الوسام من الدرجة الأولى والخاصة، ماذا أريد أن أقول؟ الله المستعان، لن أدخل في عالم السياسة. أي نعم، أبو بكر الصديق أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوسام السرمدي، ماذا قال؟ قال لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح ايمان ابي بكر الله اكبر شيء عجيب الامه باكملها لو وضع ايمان ابي بكر في كفه او كفه وايمان الامه اجمع على اختلاف اجيالها وقرونها في كفه او كفه لرجح ايمان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه اللهم اكرمنا بما اكرمت فتشبهوا بما اكرمت ابا بكر فتشبهوا بالكرام ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح لا غرابه من هذا الاطراء النبوي العجيب لابي بكر الصديق فالعشره المبشرون بل العشرون المبشرون ودراريهم انظروا ايضا ما نسل من دراريهم كلهم في ميزان ابي بكر يا ترى اذا كان هذا ميزان ابي بكر فكيف بميزان من كان سببا مباشرا في اسلام ابي بكر فكيف بميزان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد والدال على الخير ما اجمل هذا النص النبوي الفياض الحكيم الدال على الخير له مثل اجر فاعله بالمناسبه ارجو ان انبه ايضا ان هذه الاعمال الضخمه الكبيره التي قام بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانت في ظرف صعب جدا يا جماعة يعني لربما يقول قائل أو يزعم زاعم أن أبا بكر كان في آي بي عنده إمكانات واسعة له حرية الحركة مع جواز سفر أحمر له راتب تقاعدي متى الحياة مدى الحياة الأمور ميسرة لا جمالك لا إلى آخره وبالتالي هو يقوم بالدعوة إلى ما يريد من يريد دون معوقات دون أي إشكالات لا يا جماعة هذه الإنجازات الكبيرة لأبي بكر الصديق كانت في ظرف صعب جدا في, في أصعب ظرف مر به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومرت به الثلة المؤمنة والصف المسلم الأول في مرحلة الدعوة السرية الله اكبر اذا كان هذا في المرحلة السرية ترى ماذا فعل ابو بكر الصديق بعد ان فتحت المجالات في المرحلة الجهرية من بعد رضي الله عنه وارضاه اذا الرجل كان يعمل في ظروف صعبة وحقق هذه الانجازات وبالمناسبة كل من اسلم من التجار كان في المرحلة السرية يا إخواني وأخواتي من فقه وقد ذكرنا موضوع المرحلة السرية ها هنا وحكمة المرحلة السرية تأسيس الدعوة من البداية نحتاج إلى الكتمان استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فأعداء الإسلام يرقبون الدعاة إلى الله ويحسبون عليهم الانفاس وحسبنا الى حسبنا الله ونعم الوكيل فينبغي ان نلجا الى شيء من الدهاء الى شيء من الحيله والحكمه والسريه هكذا شان المسلم كيس فطن ذكي لبيب وايضا من حكم الدعوه السريه على وجه الايجاز مر بنا هذا الامر الحركي من سيره الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام حتى يحافظ على القله القليله من رجالات الدعوه الاول. وهؤلاء الرجالات الاول والرعيل الاول سيحملون اهم الدعوه الثقيل في مقبل الايام. وبالتالي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان في غايه الذكاء والحنكه والحكمه. اخواني اخواني اخواتي ايها الشباب اخواني ينبغي ان يتحلى الداعيه المسلم بامرين بالحكمه والحنكه والحيله والدهاء حتى يكون في غايه الاتزان والعمل المثمر لخدمه هذا الدين. آه اذا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه اتخذ دار الارقم في مكان بعيد عن الحركه وعن حركه الارجل كي يلتقي باصحابه باصحابه لابد في محض الدعوه الاولى من كثره اللقاء بين المربي والتلاميذ، بين العالم والمتعلمين، بين القائد والجنود فكانت التربية الإيمانية في دار الأرقام بمنتهى السرية، تصوروا يا جماعة فعلاً هذا يدل على أن الحبيب عليه الصلاة والسلام وأن أصحابه كانوا في غاية الجندية والانضباطية ثلاث سنوات كاملات وقريش في غاية الغفلة عن هذا العمل السري المنظم، نعم كانت تتسامع من هنا وهناك لكن لم تكن تتوقع هذا الحجم المنظم السري الكبير الذي حققه النبي صلى الله وسلم وبارك عليه واصحابه ان السريه مقطه تستخدمه الحركات الناجحه انظروا سبحان الله ماذا راينا من مفاجات مدهشه رفعت بأعناق الأمة وهاماتها إلى عنان السماء لأولئك الأشاغس الأبطال الذين استعانوا بالسرية والكتمان في تحقيق انتصارات في غزة وعسقلان في الأرض المرابطة وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات وهذا ملحظ مهم جدا سنأتي إليه بعد فاصل قصير أن النبي صلى الله وسلم وبرك عليه وسلم وبارك عليه جمع بين التربيه الايمانيه والتربيه الامنيه هل ثمه تناقض بين هذين الامرين فاصل بعده يزول التناقض ان شاء الله تعالى اهلا وسهلا بكم ايها الاخوه والاخوات وارحب بالاخوه والاخوات الذين ربما انضموا الينا مع برنامجكم اغلى من الذهب شذرات من سيره الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. كنا قبل الفاصل نتحدث عن التربيه الايمانيه وربما يطول بنا المقام في حلقات قادمه ان نزيد هذا الامر بيانا لان الامه يا اخواني بحاجه الى تربيه ايمانية راسخة تبلغ بها ان تصل الى الارض المباركة والى فتح القدس مفتاح القدس مفتاح فلسطين مفتاح عودة الاسلام والمس والمسلمين الى الاستخلاف في الارض التربية بالقران الكريم وبسيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وذكرت ايضا التربية الامنية في بداية الامر، لاحظوا الان على مستوى العالم كم تدفع الدول الصغيرة قبل الكبيرة العربية قبل الاجنبية من الاموال والمليارات على الملف الامني. الملف الامني ايجابا او سلبا في غاية الخطورة، فالنبي صلى الله وسلم عليه وسلم وبارك عليه حرص من بادئ الامر على ان يربي اصحابه على الايمان العميق والعمل السري الدقيق المنظم، يظهر هذا من وجوه كثيره مثلا لماذا على وجه التحديد اختار النبي صلى الله وسلم وبارك عليه دار الارقم ابن ابي الارقم. لماذا هذه الدار على وجه الخصوص؟ تصوروا يا جماعه مره اخرى اقول ثلاث سنين وقريش ربما لم تفكر كثيرا في موضوع دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه هذا انضباط ممتاز وذلك للحكم التالي أولا أن الأرقم شاب صغير قلت ربما هو أسلم عادي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب الست عشرة سنة أي نعم كان لم يكن معروفا بإسلامه وهو لم يكن حريصا على ان يظهر اسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم وبارك طلب منه ان يكتم ايمانه ان يضبط نفسه ان يخبئ ما عنده من مخزون اذا لم تكن هناك مراقبه من مخابرات واستخبارات قريش على الارقام فقدم داره شقة مفروشة كاملة متكاملة فيها عناصر الراحة التامة المحضن الاول للتربيه الايمانيه في الدعوه السريه، ايضا انظروا ايضا الى حكمه الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمه اعيد اعيد هاتين آآ آآ المنقبتين صاحب الحكمه والحنكه الارقم من قبيله مخزوم وهي على صراع دائم من مع بني هاشم والنبي صلى الله وسلم وبارك عليه عميد من عمداء بني هاشم إذا لن يضع يده هكذا الأمر ظاهرا في يد أي رجل من بني مخزوم شيء عجيب انظروا إلى تخطيط النبي صلى الله وسلم وبارك لم يدر في خلدي وفي رأس أي طاغوت من طواغيت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحالف مع رجل مع شاب من شباب بني مخزوم أيضا أمر آخر انظروا إلى حكمة وحنكة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه كان بيته أي آه الأرقم ابن أبي الأرقم خلف جبل الصفا لم يكن في قلب المدينة لم تكن حوله بيوتات بعيد عن حركه الارجل حتى هذا تربويا الان المدارس الخاصه سبيشل يعني طبعا ال ال اليوم من التنافس المادي اصبحت المدارس الخاصه في كل مكان والناس ماذا يفعلون؟ ماذا يصنعون؟ الدوله ربما تعجز عن توفير المدارس المناسبه على كل حال المدرسه المتميزة الآمنة تكون في مكان جغرافي بعيد عن المرة بعيد عن قلب المدينة بعيد عن الضوضاء بعيد عن الضجيج فكان دار الأرقم بعيدة عن قلب المدينة بعيدة عن الضجيج بعيدة عن أعين وعن أذن وعن أنوف أولئك القوم من مخابرات قريش أيضا شيء آخر الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه وأرضاه كما قلت قبل قليل قد بلغ ستة عشر عاما شاب صغير لن يشك أي رجل من أهل مكة بأنه قد أصبح جنديا من جنود الحبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وبعدين شيء آخر أيضا هم محمد صلى الله عليه وسلم أين سيعقد اجتماعاته لا شك ان هذه الاجتماعات ستكون في فيلا احد كبار الصحابه في منزل كبير رحب لاحد كبار التجار كابي بكر او عمر او لاحد كبار الصحابه كابي عبيده لم يدر في بالهم لم يخطر في عقولهم هذا الاجراء النبوي الحكيم المحنك عليه الصلاه والسلام والعجيب حقا اخواني ايضا ونذكر هذه الفضيلة مرة أخرى للأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه جرأة هذا الشاب حقيقة تسجل بأحرف من نور جرأة هذا الشاب فالأرقم من بني مخزوم وبنو مخزوم سيدهم أبو جهل ماذا لو علم أبو جهل بأن الأرقم قد وضع امكاناته وما يملك في خدمه الاسلام، لربما يبطش به بطشا شديدا. على كل حال ايها الاخوه والاخوات اريد ان اختم بهذه السداسيه التي سازيدها بيانا في اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى. ها هنا ملحوظه مهمه في سياق الحديث عن الدعوه السريه، ان النبي عليه الصلاه والسلام حرص على القواعد التاليه: انتبهوا يا شباب قواعد مهمة جدا في المرحلة السرية الحساسة. القاعدة الاولى اسردها وسازيدها بيانا ان شاء الله في فرصة اخرى. القاعدة الاولى عدم المصادمة المباشرة. القاعدة الثانية المغالبة، الثالثة الاستخدام، الرابعة التحويل، الخامسة الاستعانة، السادسة ترقب ساعة النصر، وها هنا كلام اغلى من الذهب. الامام الشهيد حسن البنا لعلنا نقف عنده في حلقه قادمه بعون الله عز وجل ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بالحديث عن صاحب الحبيب محمد وحبيب الحبيب محمد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نلقاكم في حلقه قادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.